صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا تتجدد جولتنا الصحفية من داخل مقر جريدة الشروق، يعني عناوين كتير وفعلا أبرزها زي ما انت قلت يا نهاوند عن استقالة كابتن ربيع ياسين من تدريب منتخب الشباب، ده طبعا بعد عودة المنتخب من تونس وكل الملابسات اللي حدثت، ويعني أدت إلى يمكن خروج المنتخب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موريتانيا 2021. بيان أصدره كابتن ربيع ياسين مساء أمس تداولته أغلب المواقع، ولكن البداية من موقع الشروق، استقالة ربيع ياسين من تدريب منتخب الشباب. قدم طبعا ربيع ياسين المدير الفني المنتخب الشباب دون العشرين استقالته من تدريب المنتخب خلال الأيام المقبلة بعد كل ما حدث في أو أثناء تواجدهم في تونس بعد إصابة أغلب يعني الجهاز الفني وكمان لاعبي المنتخب بكوفيد 19، وبعد عودتهم كمان من تونس استمرار يعني إصابة 14 من لاعبي المنتخب وكمان إصابة كابتن ربيع ياسين نفسه. خلال البيان أكد ربيع ياسين أنه هو هيكشف خلال الأيام المقبلة عن الكثير من الحقائق بالأدلة، واللي هتكشف إيه اللي أدى أو إيه أسباب خروج المنتخب من هذه البطولة. شايف كمان أنه يعني كان مجهود أكثر من عامين قدمه، وقدم الشكر لكل من قدموا له الدعم خلال هذه الفترة، وشايف أنه هو كمان يعني قدم كل ما عنده للمنتخبات الوطنية، وكمان كان ليه الشرف أنه هو يعني يحصل على بطولة الأمم الأفريقية عام 2013، وكان بيتمنى أنه يحصل هذا العام أو في موريتانيا 2021 على اللقب مرة أخرى. عايزين نقول أنه بعد عودة المنتخب من تونس كان عائد على يعني طائرة مجهزة طبيا للحفاظ على سلامة بقية بعثة المنتخب واستكمال يعني علاج بقية البعثة. من موقع اليوم السابع، انتظام العمل باتحاد الكرة اليوم بعد إغلاقه 5 أيام بسبب كورونا. قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أنه النهاردة الثلاثاء أول أيام استئناف العمل بعد غلق مقر الجبلية 5 أيام، وتحديدا منذ الخميس الماضي كانت ال5 أيام بيتم فيها أعمال تعقيم طبعا من قبل العاملين في الجبلية، كمان لتجنب انتشار فيروس كورونا، وكمان تم تقليص عدد الموظفين خلال الفترة المقبلة لأنه أظهرت نتيجة مسحات كورونا للموظفي الاتحاد إصابة 5 من موظفي الاتحاد في إدارات الإعلام والسكرتارية والحسابات وشؤون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح الأحد، وده اللي ترتب عليه غلق مقر الجبلية لمدة 5 أيام، وكانت العودة أو استئناف العمل بداية من اليوم الثلاثاء. من موقع كورة، ظهور نتائج مسحات الأهلي طرابلس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري. أظهرت المسحات الطبية التي أجريت لفريق الأهلي طرابلس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري سلبية جميع يعني المشاركين في الاتحاد أو جميع المشاركين في الفريق، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني وخلوهم من كوفيد 19 أو فيروس كورونا. وكان الأهلي طرابلس استبعد اللاعب جهاد الأشهب قبل السفر إلى تونس بسبب إيجابية المسحة اللي خاض عليها واللي أظهرت يعني إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى تونس. ووصلت بعثة الأهلي طرابلس إلى تونس يوم الأحد الماضي وأجرى الفريق أول تدريباته أمس. من جهة أخرى، يعني قدم الأهلي طرابلس أمس الاثنين القميص الجديد اللي والرسمي اللي هيخوض به منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسيلتقي الأهلي طرابلس فريق الاتحاد المنستيري غدا الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية. كمان من موقع الشروق، رسميا رابطة الأندية تعلن تأجيل نهائي الكأس تمهيدا لحضور الجماهير. أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية تأجيل نهائي كأس الرابطة رسميا أمس الاثنين ليقام في شهر إبريل بدلا من فبراير المقبل. أصدرت طبعا الرابطة يعني الإنجليزية بيان أمس الاثنين حددت فيه 25 من إبريل المقبل اللي هتقام فيه موعدا للنهائي في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بدلا من 28 فبراير. وأوضحت أن قرار تأجيل النهائي جاء أملا في أن يكون يعني أكبر عدد من الجماهير موجودين خلال هذا اللقاء. يمكن في شهر إبريل شايفين أنه ممكن يكون في عدد من الجماهير، ويمكن يكون ما فيش كمان تفشي لوباء فيروس كورونا.
أخيرا من روسيا اليوم، ميسي ينال جائزة جديدة في الدوري الإسباني. توج قائد نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء أمس الاثنين بجائزة بيتيتشي التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. طبعا يعني فاز ميسي بالجائزة بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد بلغ 25 هدف خلال الدورة الماضية. عايزين نقول كمان أو أضاف يعني التقرير من روسيا اليوم إن هذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بهذه الجائزة، وهو صاحب 33 عام طبعا بعد أعوام 2010 2012 2013 و2017 2018 2019. ونهاية مباريات اليوم في الدوري المصري، إمبي وغزل المحلة في تمام الساعة 5 مساء، وطلائع الجيش ومصر المقصة في تمام الساعة 7:30 مساء. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى بعد تقديمنا جولة صحفية من داخل مقر جريدة الشروق لأبرز العناوين الصحفية في جميع الصحف الإلكترونية العالمية والمحلية.